استكمل إن شاء الله رب العالمين الجزء الثاني من المحاضرة، وهو له علاقة بالأدرينيرجيك أنتاغونست، أي معاكسات التأثير للأكتيفيشن للريسبتورز أوف سمباثيتيك نيرفس سيستم. الآن بشكل عام الأكشنز أوف أدرينيرجيك أنتاغونست، الأدرينيرجيك أنتاغونست أكت باي بلوكينج ذا إفكتس أوف نورإبينفرين أت أدرينيرجيك ريسبتورز، يعني بتعمل عملية بلوك لهذا الإفكت في الريسبتورز بتاعت النورإبينفرين اللي إحنا بنطلق عليها اسم أدرينيرجيك ريسبتورز. الآن بشكل عام الجنرال كاركترستكس، الأدرينيرجيك أنتاغونست كومبيت وذ نور إبنفرين فور أدرينيرجيك ريسبتورز، يعني بتتنافس هي والنور إبنفرين على الأدرينيرجيك ريسبتورز، وبتمنع النور إبنفرين من إنه يصل للريسبتورز بتاعته. وبنلاحظ دائما انه السيمبتومز تبعت الفايت اور فلايت ريسبونس ويل بي بريفنتد، سيتم منع هذه الاستجابه او هذه الاعراض في حاله استخدام الادرينيرجيك انتاغونيستس. الامبلسز فروم باراسمباثيتيك سيستم بريدومينيت، يعني لما انا بعمل عمليه ايقاف لعمل السمباثيتيك نيرفوس سيستم بواسطه الادرينيرجيك انتاغونيست، في هذه الحالة حيسود اللي هي الإشارات العصبية بتاعت الباراسمباثيتيك سيستم، زي ما حنشوف بالنسبة للأدفيرس إفكت للأدرينيرجيك أنتاغونيستس. الأدرينيرجيك أنتاغونيستس والكولونيرجيك أغونيستس بروديوس سيم سيمبتومز، هذه ملاحظة كتير مهمة. إذا احنا حفظنا الكولونيرجيك أغونيستس التأثيرات تبعتها والإفكتس بتاعتها هتكون شبيهة تماما مع الأدرينيرجيك أنتاغونست في هذه الحالة. Actions of Adrenergic Antagonist specific to either alpha blockade or beta blockade، لأنه عندنا إحنا sympathetic nervous system يحتوي على two types of receptors alpha and beta. The most therapeutic applications relate to cardiovascular system، زي ما هنشوف مع بعض بالأمثلة بالبروتوتايب دراجز إنه الاستخدامات كلها لها علاقة بالكارديوفاسكولار سيستم. نبدأ بالألفا أدرينيرجيك أنتاغونيست وبننهي بالبيتا أدرينيرجيك أنتاغونيست. ألفا أدرينيرجيك أنتاغونيست، آسف خطأ فقط مطبعي. الألفا 1 أدرينيرجيك أنتاغونيستس آر يوزد تو تريت هايبرتنشن أند بناين بروستاتيك هايبربليزيا، يعني تستخدم الألفا 1 أدرينيرجيك أنتاغونيست لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأيضا تضخم البروستاتا الحميد اللي هتكلم عنه بعد قليل. إذا الريسبتورز لوكيتد إن سموث مسل أوف مايوكارديوم جينيتوريناري أند جاسترو انتستينال سيستم أند برين، مستقبلات هتكون موجودة في العضلات الملساء للقلب، عضلة القلب للجينيتو يورينري والجاسترو انتستينال سيستم، وكذلك موجودة في الدماغ. Most important action of these agents on the arterial smooth muscle and cardiovascular system، لذلك بنلاحظ ان استخداماتها لها علاقة كتير بالبلد بريشر وبالكارديوفاسكولار سيستم. Blockade of alpha receptor dilates blood vessels، هذا إذا يعني لازم نعرفه، بيعمل توسيع للأوعية الدموية وبالتالي بيعمل lowering للblood pressure، لذلك بنلاحظ إنه أحد أهم الاستخدامات لها علاج الهايبرتنشن. نشوف مع بعض الآن بهذا الفيجر بشكل عام in general الفارماكولوجيكال effect pharmacologic effect للأدرينيرجيك أنتاغونيست وكذلك الإنديكيشن. إحنا في عنا ألفا 1 في عنا بيتا 1 and بيتا تي ريسبتورز، هذه الألفا هي عنا البيتا 1 البيتا 2. الألفا 2 إحنا قلنا عنهم هدول سنترالي في السنترال نيرفس سيستم، مش هيكونوا محل اهتمام عنا في هذا الشابتر، لهم في علاقتهم ب إن شاء الله نتكلم فيهم في الأدوية المستخدمة لعلاج الهايبرتنشن لوحدهم. هذا عبارة الصورة هنا تمثل الألفا بلوكر،
في حالة البلاكيد الألفا ريسبتورز، وعندي هون في حالة البلاكيد البيتا 1 ريسبتورز، وهون في حالة البلاكيد للبيتا 2 ريسبتورز. في حالة الألفا 1 ريسبتور الفارماكولوجيك إيفكتس هيكون inhibition of ejaculation, pupil constriction, relaxation of a smooth muscle in the prostate and bladder neck, and vasodilation. وبيستخدم للبنين البروستاتيك هايبربليزيا والهايبرتنشن والراينودز ديزيز. أما البيتا 1 ريسبتور بلاكيد هيؤدي إلى decreased force of cardiac contraction, decreased heart rate, وشود slowed cardiac conduction. هتكلم بيهم بالتفصيل لما أتكلم عن كل واحدة لحد. الانديكيشن بتاعت البيتا 1 ريسبتور انتاغونست او بلاكيد انجينا بيكتورس، هارت فيلر، هايبرتنشن، مايوكارديال انفاركشن. اما بالنسبه للبيتا 2 ريسبتورز لو بتعمل بلاكيد الها بالادرينيرجيك انتاغونست بتؤدي لبرونكو كونستريكشن، انكريز انتستينال موتيليتي اند يوترين كونتراكشن. الانديكيشن ديسريديميس، جلوكوما، هارت فيلر، هايبرتنشن، مايجرين and myocardial infarction. هذا عبارة عن ملخص كامل لما نتكلم إن شاء الله بالتفصيل على الأنتاغونست كل نوع على حدة. هنرجع تاني فهنستفيد كتير من هذا الفيجر أكيد. لأن تقسيمة الألفا أدرينيرجيك أنتاغونست we have two type، في عنا نوع selective وفي عنا نوع non-selective. بالنسبة للselective بنلاحظ انه greater therapeutic application in treatment of hypertension، يعني دائما بنلاقي له تطبيقات علاجيه واسعه في علاج الهايبرتنشن. والامثله المعروفه الدوكسازوسين والابرازوسين والتيرازوسين. النون سيلكتيف بنلاحظ انها بتعمل بلوكينج للالفا 1 ريسبتورز والالفا 2 ريسبتورز، تاثر على الاثنين. والمثال عليها الفينتول امين والفينوكسي فينوكسيبنزامين. مشكلتهم بالهاي انسيدنس اوف ادفيرس افكتس، لهم اثار جانبيه كثيره زي الهايبوتنشن، تاكيكارديا، نوزيا، فوميتنج اند دياريا. الالفا 1 انتاغونستس اللي هي عباره عن سيلكتيف وبتاثر فقط على الالفا 1 بتعمل ايقاف للفازو كونستركشن ان ارتريولز اند فينز، يعني بتوقف عمليه انقباض الأوعية الدموية من النوع الشرايين الصغيرة والأوردة، وبالتالي بتعمل lowering للبلد بريشر دايركتلي، بتخفض ضغط الدم مباشرة. أيضا بتعمل lowers blood pressure indirectly، بتخفض ضغط الدم بشكل غير مباشر من خلال decreasing venous return to heart، من خلال تقليل الفينس ريتيرن والدم الراجع من الفينز الى البلد. وهيك بكون التاثير كلاهما يؤدي الى لورينج بلد بريشر، وبالتالي ممكن نستخدمهم في الهايبرتنشن ويكونوا فعالين. الالفا بلوكرز اوفن ادمنسترد كونكنتري وذ اذر كلاسز اوف انتي هايبرتنسيفز، دائما بنلاحظ انهم بيستخدموا مصاحبين لمجموعات اخرى من الادويه المستخدمه لعلاج ضغط الدم. لما نتكلم بالتفصيل ان شاء الله عن الهايبرتنشن في شابتر لوحده حنوضح هذا الامر. الالفا 1 بلوكر اكشن، الاكشنز تبعتها ريلاكس سموث ماسل اوف ذا بلادر اند بروستيت، كذلك بتعمل ارتخاء للعضلات الملساء بتاعت المثانه والبروستاتا، increases urine flow، بزيد من سريان اليورين، increases voiding يعني بزيد من افراغ البول، and decreases residual urine وبتقلل من كمية البول المتبقي في المثانة. كذلك احد اهم الاستخدامات لها حالة بنسميها benign prostatic hyperplasia وبنختصرها بالبي بي اتش، وهذه عبارة عن non-malignant condition يعني حالة ناتجة عن ورم حميد وليس سرطاني. تضخم بيحدث في البروستيت وبيؤدي إلى إيقاف أو منع سريان اليورين من خلال اليوريثرا،
ومجموعة من الأدوية تستخدم لتخفيف هذه الحالة، اللي هي الألفوزوسين والدوكزازوسين والسيلدوسين والتامسولوسين والتيرازوسين. الفون بلوكر دونت كيور كونديشن في هذه الحالة، يعني ما بتعمل عملية علاج أو شفاء لهذه الحالة، إنما الحالة في كثير من الحالات بيضطروا إلى عملية السيرجري، عملية الجراحة لمعالجتها. كذلك تستخدم في حالة الفيكروموسيتوما، وهي أيضا عبارة عن ورم، وفي معظم الحالات بيكون بناين حميد، وبصيب الأدرينال ميدلا، هي الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلية. بيتميز بحدوث excessive secretion، يعني إفراز مفرط للكاتيكول أمينز في هذه الحالة، ويصاب الشخص بارتفاع الدم، ضغط الدم الشديد severe hypertension. فالألفا بلوكر بيستخدموا في علاج مثل هذه الحالات. وكذلك الألفا بلوكر reduce profound hypertension، يعني ارتفاع ضغط الدم الشديد، بيعمل عملية إيقاف تقليل له، وبالتالي عودة البلد بريشر إلى الوضع الطبيعي. كذلك بيستخدموا في علاج حالة الراينودز ديزيز. هذا الديزيز ناتج عن عملية تضييق في الأوعية الدموية الموجودة في الأصابع في الفينجرز والتويز، ويؤدي دائما إلى ألم متقطع intermittent pain and cyanosis وإزرقاق للأمر. بيستخدم طبيعة الحال الألفا وان بلوكر لعلاج هذه الحالة، وبيستخدمها دائما مع الكالسيوم شانل بلوكرز، مع الأدوية اللي هي بتغلق قنوات الكالسيوم، بيعملوا vasodilation زي النيفيدبين اللي هو البروكارتي اكس ال، وبيخففوا كتير من هذه الحالة. في حاجة بتميز كتير الألفا أدرينيرجيك أنتاغونست، وهو حدوث الفيرست دوس فينومينا، اللي هي ظاهرة الجرعة الأولى، وهي عبارة عن أثر جانبي للألفا 1 أنتاغونست، وهي حدوث هايبوتنشن أي انخفاض في ضغط الدم، ويطلق عليه أورثوستاتيك هايبوتنشن اللي وضحناه في المقطع السابق للمحاضرة الثانية، وهو بيحدث لما البيشنت بشكل مفاجئ abruptly change from recumbent to upright position، يعني بيتغير المريض فجأة من وضعية الركود إلى الوقوف، فبيهبط كتير، بيجمع الدم في المناطق السفلى للجسم في الساقين، وبيقل إلى الدماغ، وممكن يحدث حالة سينكوب إغماء في هذه الحالة. ولذلك كان كوز سينكوب ممكن يؤدي إلى إغماء نتيجة لتقليل سريان الدم إلى الدماغ إلى البرين. عشان نمنع هذه الحالة بنبدأ دائما الانيشيال ثيرابي، بيبدأ بجرعات قليلة، ودائما بيعطى المريض الدواء at bed time يعني قبل النوم. بيحدث ريفلكس تاكيكارديا، يعني سرعة في ضربات القلب كردة فعل، وكذلك نيزل كونجيشن احتقان في الأنف ممكن يحدث كأعراض الجانبية. نشوف الآن مع بعض الـ Non-Cardiovascular Adverse Effect During Alpha 1 Blocker Pharmacotherapy. إيش هي الأعراض الآثار الجانبية التي لا تتبع للـ Cardiovascular Adverse Effects لما إحنا بنعالج المريض بالـ Alpha 1 Blocker Pharmacotherapy؟ على الـ Reproductive System في الميل بيؤدي إلى Inability to Ejaculate. في الجاستروانتستينال سيستم بتؤدي الى دوسيا، فوبيتنج، ابدومينال كرامبنج يعني مغص البطن. على الجينيتو يورينري سيستم بتؤدي الى انكونتيننس، سلس في البول، وانكريز يورينري فريكوانسي بتزيد من معدل اللي هي التبول. على السنترال نيرفس سيستم بتؤدي الى ديبريشن، اكتئاب، ليثرجي، خمول، وفيفيد دريمز يعني أحلام حية بتفاعل فيها المريض، ممكن يصحى يقوم وهو نائم ويتجه يعمل حركات معينة قد تكون خطيرة في هذه الحالة، لأنه بيكون عايش الحلم حقيقة، هذه بنسميها فيفيد دريمز. patient on alpha blockers can give false positive test for pheochromocytoma
لو المريض بياخد الألفا 1 بلوكرز وعملنا له تيست لاختبار إذا كان مصاب بالفيوكروموسيتوما هيديني بوزيتيف لأنه العلاقة بالميتابوليزم لمادة الفينايل مندليك أسيد والنور إبنفرين بزيد إخراجهم من البول فبيدي نتيجة بوزيتيف في هذه الحالة وبتكون نتيجة خاطئة. نبدأ الآن بأول دواء نموذجي بروتوتايب دراج للألفا أدرينيرجيك بروكلر وهو معروف كتير اسمه برازوسين والتريد نيم تبعه مينيبريس. الثيرابيوتيك كلاسيفيكيشن أنتي هايبرتنسيف. الفارماكولوجيك كلاسيفيكيشن سيلكتيف ألفا 1 أدرينيرجيك أنتاغونست. الثيرابيوتيك إفكتس أند يوزس يستخدم لعلاج الهايبرتنشن. في عندي اوف ليبل يوزس يعني نوت ابروفد باي اف دي اي وهي سمبتوماتيك بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا الرانويدز ديزيز الهايبرتنسيف ايمرجنسز ويز فيوكروموسيتوما. الميكانيزم اوف اكشن كومبيتس ويز نور ابنفرين ات الفا ادرينيرجيك ريسبتورز اند فاسكولار سموث ماسل ان ارتريولز اند فينز زي ما شفنا وهو سيلكتيف للالفا 1 ادرينيرجيك ريسبتور. الادفيرس افكت ديزنس دوخه دراوزنس نعاس فتيج اعياء ويكنس ضعف بالبيتيشن خفقان. كذلك اورثوستاتيك هايبوتنشن هيديك نوزيا فوميتنج جاسترو انتستاينال افكتس فيرست دوس فونيمونون كان كوز سينكوب زي ما شفنا وبيأثر على الريبرودكتيف سيستم تبع الميل بادي الريكتايل ديسفانكشن ممكن يشمل بريابيزم. الكونترا انديكيشنز الكونترا انديكيشن الوحيد له اللي هي السنسيتيفيتي لهذا الدواء لكن في عندي بعض الحالات لازم يكون في عندي مونيتورنج يعني بريكوشنز لها خاصه بالنسبه للاولدر بيشنتس والمرضى اللي بيعانوا من رينال امبيرمنت يعني فشل او ضعف في عمل الكلى لانه ممكن يؤدي الى زياده في حدوث الاورثوستاتيك هايبوتنشن وبالتالي السنكوب. كذلك المرضى اللي بيعانوا من كورونري ارتري ديزيز البرازوسين مي وورسن انجينا سيمبتومز ان ذيس بيشنتس يعني ممكن يزيد اثار الذبحه الصدريه بشكل سيء عند هؤلاء المرضى. الدراج انتر اكشنز مع الاذر انتي هايبرتنسيفز وديوريتكس حيكون التاثير اديتيف افكت وحيعمل تخفيض كبير للبلاد بريشر. بالنسبه للكهول والادويه اللي تؤثر على الاريكشن في الميل الريكتايل ديسفانكشن دراجز حتعمل انكريزد هايبو تنشن او الادويه اسف التي تؤثر سلبا على الاريكشن بيعمل انكريزد هايبو تنشن. السيمباثومايميتكس هيعمل عملية أنتاغونيزم في هذه الحالة معاكسة للتأثير زي ما احنا عارفين. بالنسبة للأدوية العشبية في عنا نبات اسمه الهوثورن اللي هو الزعرور بيعمل تأثير إضافي على انخفاض البلاد بريشر لو استخدم مع البرازوسين في هذه الحالة وهو يعتبر بريجنانسي كاتيجوري سي وحالة التسمم أو الأوفر دوس أو لازم ضروري نخلي المريض في الوضع سوباين يعني مستلقي في حالة حدوث الهايبوتنشن وفقدان الوعي وبيتم تزويد المريض بالفلويد إكسباندرز وأيضا بيتم استخدام الفاسوبريسورز أي الأدوية اللي بسبب انقباض للأوعية الدموية زي اللافرترينول اللي هو عبارة عن النور ابنفرين أو الدوبامين اللي احنا درسناهم فيما سبق. نشوف النيرزنج ريسبونسابيلتيز ونشوف سايد افكت اللي هي دايما بتكون فيرست دوس اورستاتيك هايبوتنشن اللي سميناها فيرست دوس فينومينا. دائما بالنسبة للنيرزنج انترفينشن بنبدأ التريتمنت وذ لو دوسج اوف ميديكيشن. الفيرست دوس may be given at night يعني at bedtime وبنعمل monitoring للبلاد بريشر for 2 hours after the initiation the treatment عشان نراقب كيف بده يصير مع البلاد بريشر. بننصح الكلاينتس to avoid activities requiring mental alertness بتحتاج الى انتباه
زي السياقة والعمل على الآلات الخطرة for first 12 to 24 hours. وأخيرا نعمل instruct the clients to change position slowly and to lie down if feeling dizzy, light headed or faint, يعني لو كان عانى من دوار أو دوخة أو إغماء. بالنسبة للأدمنستريشن بنعمل obtain the baseline blood pressure and heart rate. Instruct clients that the medication can be taken with food. ما فيش مشكلة. Recommend that client take the initial dose at bedtime. حتى نقلل من ال first dose hypotensive effects. الأدوية الشبيهة بالبرازوسين بالمينيبرس نفس الاسم. تاخد الألفوزوسين والدوكسازوسين والفينوكسيبنزامين والفنتولامين والسيليدوسين والتاموزوليسين والتيرازوسين. فلو حفظنا المقطع الأخير منها وبنربطها بالبرازوسين بيتبعوا على نفس مجموعة الألفا أدرينيرجيك أنتاغونست. ننتقل الآن للمجموعة الثانية اللي هي عبارة عن بيتا أدرينيرجيك أنتاغونست. آسف بس خطأ مطبعي هيكون في هذه الجملة، محتاجين فقط حرف الـ N تي أنتاغونست. وحيكون عندي non-selective beta adrenergic antagonist affect both beta 1 and beta 2 receptors. ودائما توصف لعلاج الهايبرتنشن والانجينا والاذر كارديوفاسكولار ديسوردرز بشكل. شوف الان بالتفاصيل النوع السلكتيف منها هيعمل بلوكينج فقط للبيتا 1 ريسبتورز، وبالتالي هيكون متخصص في القلب كارديو سلكتيف الانديكيشن بتاعته. وبيتميز جزء من البيتا بلوكرز بانهم الهم انترنسنج سيمباثومايميتك اكتيفيتي، بنختصرها بالاي سي اي زي البندولول مثلا او الفيسكين. بنلاحظ انه له يمتلك تاثيرين مختلطتين، التاثير الاول بيتا انتاغونست والتاثير الاخر معاكس له بيتا اغونست اكتيفيتي، لكنه في عدد قليل من البيتا بلوكرز بيمتلكوا هذه الخاصية. الآن نشوف مع بعض المواصفات العامة للـ all beta blockers. All beta blockers have potential to، يعني محتمل إنهم يعمل أولاً reduce heart rate بنسميه negative chronotropic effect، بيعملوا decrease للـ force of contractions negative inotropic effect تماماً عكس الـ beta agonists. وبيعمل slow conduction velocity through AV node، بيعملوا negative thromotropic effect أثناء الستريس قلق التوتر والإكسرسايز. بنلاحظ إنه البيتا أدرينيرجيك أنتاغونست بيمنع النورمال increase in sympathetic stimulation to heart. الآن anti hypertensive effect mechanism تبعت البيتا أدرينيرجيك أنتاغونست. The first one diminished myocardial contractility، بتقلل من قوة الانقباض بتبعت عضلة القلب، وبالتالي بتقلل من الكاردياك اوتبوت، يعني بمعنى ان البلد فوليوم بقل في هذه الحالة. كذلك بتعمل release of رنين by kidney prevented، بتمنع افراز الرنين وبالتالي بتمنع تكوين الانجيوتنسن انجيوتنسن 2 اللي هو معروف انه فازو كونستريكتور، وبالتالي بضل عندي فازو دايليشن في هذه الحاله. النون سيلكتيف ادرينيرجيك انتاغونست بلوك الفا 1 ادرينيرجيك ريسبتورز يؤدوا الى فازو دايليشن. السنترال اكشنز في داخل الجهاز العصبي المركزي بيقللوا السمباثيتك اوتبوت من الفازو موتور سنتر ان بين. الخلاصه كلها هيكون عندي حدوث هايبوتنشن اي انخفاض في ضغط الدم. الابلكيشنز للبيتا ادرينيرجيك انتاجونس بشكل عام انجينا بيكتورس بتخفف من الالم اي الذبحه الصدريه بتخفف من الالم. بيستخدم ايضا لعلاج بعض الحالات اللي هي ديسريثميز اللي هي عدم انتظام في ضربات القلب. تستخدم لعلاج الجلوكوما لأنها بتخفض من الانترا اوكيولار بريشر بتاع العين، وتستخدم كذلك علاج الهارت فيلر والمايوكارديال انفاركشن. تمام،
أما النون سيلكتيف بيتا أنتاغونست هتنتج عنها مور أدفيرس إفكت أكثر من السيلكتيف بيتا 1 أنتاغونست، والسيريس أدفيرس إفكت هو البرونكو كونستريكشن، يعني بتعمل عندي عملية تضييق في الشعيبات الهوائية وبتأثر كتير، وبالتالي بيلزم الحذر لما احنا بنستخدمهم في المرضى اللي بيعانوا من الكرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز او بيعانوا من الازمة. البيتا بلوكرز بريفنت هايبر جلايسيميك افكت، احنا بنعرف ان النور ابنفرين بيرفع مستوى الجلوكوز في الدم، البلوكرز بيعملوا العكس لإلهم وبالتالي بيسببوا هايبوغلايسيميا، يعني انخفاض مستوى السكر في الدم، لذلك هم خطرين في المرضى اللي بيعانوا من السكري من الديابيتس ميليتس، وممكن تؤدي الى اغمائهم لانخفاض السكر بشكل كبير. اما تاثيرهم على مستوى الدهون في الدم فهي معاكسه للابنفرين والنور ابنفرين في هذه الحاله، فهم بيمنعوا عمليه اللايبولايسز اي تكسير الدهون، وبالتالي بيقللوا من كمية الفري فاتي أسيدز أثناء الميتابوليك ستريس. الأوفر دوسز والنون سيلكتيف بيتا بلوكرز بوتنشيالي سيريس، يعني لو أخذ المريض جرعة زائدة بننتبه من هذا النوع من الأدوية هيكون خطير كتير، خاصة على عمل القلب، وبالتالي التدخل العلاجي هيكون لعملية المينتيننج والريستور الكارديو فاسكولار فانكشن، يعني هنستخدم أدوية نحاول انه احنا نرجع وضع القلب الى الوضع الطبيعي في هذه الحاله، والا المريض بيفقد الحياه بتاعته. مثلا بنستخدم الاتروبين، بنستخدم الايزوبروتيرينول حتى نعكس البريديكارديا ونعمل برونكودايليشن في هذه الحاله. Rebound cardiac excitation may occur if beta blockers withdrawn abruptly. حاجة كتير مهمة لازم ننصح المريض بها، إيقاف تناول هذا النوع من الأدوية هيؤدي إلى إثارة لعمل القلب بشكل شديد مرة واحدة، وهذا بيسبب مشاكل كبيرة للمريض. نشوف الآن الدواء النموذجي للبيتا أدرينيرجيك أنتاغونست البروتوتايب دراج اللي هو البروبرانولول، بنسميه التريت نيم الإنديرول أو الإينوبران إكس إل. ثيرابيوتيك كلاسيفيكيشن أنتي هايبرتنسيف أو أنتي ديسريثميك. الفارماكولوجيك كلاسيفيكيشن نون سيلكتيف بيتا أدرينيرجيك بلوكر لأنه بأثر على البيتا 1 أند بيتا 2 ريسبتورز. The therapeutic effects and uses: hypertension, angina pectoris, dysrhythmias, migraine prophylaxis. يعني واضح إنه له تأثير في منع حدوث الصداع النصفي. كذلك prophylaxis of myocardial infarction. بيمنع حدوث مرض الاحتشاء القلبي الناتج عن إغلاق الشريان التاجي المغطي لعضلة القلب. في عندي ايضا اوف ليبل يوزز زي ريديوسينج بورتال هايبرتنشن اللي هو الضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم في الشريان البورتال اي المغذي للكبد، بيقلل من الثيرويد كرايسيس ستورم افكتس. الثيرويد كرايسيس حاله من الهايبر ثيرويدزم اللي غير لم يتم علاجها وبالتالي حاله خطره. البروبرانولول بيعالج بخفف كتير من الاثار. ممكن نستخدمه في البانيك اتاكس في الموجات او نوبات الذعر والخوف، ممكن في الكرونيك اجيتيشن في التهيج الهيجاني المزمن او الاجريسيف بيهيفير السلوك العدواني، له تاثير لكن تعتبر اوف ليبل يوزز في هذه الحاله. الميكانيزم اوف اكشن نون سيلكتيف بيتا ادرينرجيك انتاغونست and has no intrinsic sympathomimetic activity. Adverse effects: nausea, vomiting, diarrhea, fatigue, drowsiness, insomnia, bradycardia, and confusion. Serious adverse effect لازم ننتبه لها: agranulocytosis بقلل من عدد كريات الدم البيضاء في الدم، بخلي الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية. برونكوسبازم تضييق في الشعب الهوائية، ستيفنز جونسون سيندروم والأنفلاكسز.
أيضا rebound hypertension, life-threatening dysrhythmias والmyocardial ischemia بيكون بيعاني منها المريض بشكل واضح نتيجة للآثار الجانبية الخطيرة لتناول البروبانولول. البلوك بلاك بوكس وارنينج هي عملية الإيقاف المفاجئ اللي عند المرضى اللي بتناولوا البروبرانولول، وهذا نوت ادفايس، لا ينصح به، لأنه طبيعة الحال حيعمل زي ما شفنا كاردياك اكزايتيشن مرة واحدة وحيأثر على حياة المريض. الكونترا انديكيشنز والبريكوشنز، عندنا الكارديوجينيك شوك ما نعطيش المريض في هذا الدواء، الساينس بريديكارديا لأنه بزيد أيضا بيعمل بريديكارديا، أي مشاكل في عمل القلب العلاقة بالبلوك بنسميها فيرست ديجري بلوك، يعني مشاكل في توصيل الإشارة الكهربية في داخل عضلة القلب بيمنع عدة أنواع. إذا كان عندي أكثر من فيرست ديجري بلوك بنمنع إعطاء المريض. السيفير هارت فيلر بنعطيله. في حالة الكاردياك امبيرمنت يعني بنعمل مونيتورينج أثناء إعطاء هذا الدواء لوظائف القلب في هذه الحالة. أيضا يمنع إعطاء الدواء للناس اللي بيعانوا من مشاكل في الجهاز التنفسي من النوع كرونيك أوبستراكتيف بولمونري ديزيز أو الأزمة، المرضى المصابين بالديابيتس أو عندهم مشاكل في عمل الكلية ريديوس رينال أوتبوت، بنعمل مونيتورينج وبنلاحظ حالة المريض في هذه الحالة حتى ما يتعرضش المريض لمشاكل واضحة أثناء تناول هذا الدواء. للدراج انتر اكشنز، البيتا بلوكرز أكيد حيكون التأثير أديتيف في هذه الحالة، الإيثانول والأنتا أسيدز بيقللوا التأثير لأنه بيأثروا على عملية الامتصاص لهذا الدواء. في عندي بيتا أدرينيرجيك أكونست اللي احنا درسناه اللي هو البيوتيرول بيعمل أنتاغونايز الأنتي هايبرتنسيف أكشن، لأنه عندنا هذا البروبرانول بيعمل هايبرتنشن، الألبيوتيرول بيعمل هايبرتنشن في هذه الحالة. هو يعتبر البريجنانسي كاتيجوري سي، وفي حالة الأوفر دوس هتكون الأعراض بريديكارديا، هايبوتنشن، برونكوسبازم، بازوبريسورس أو بلازما فوليوم إكسباند، آسف، هيتم علاجه بإعطائه البازوبريسورس أي اللي بتعمل انقباض للأوعية الدموية ترفع ضغط الدم، أو كذلك البلازما فوليوم إكسباندرز عشان تزيد الفوليوم تبع البلد. الايزوبروتيرونول اللي هو عبارة عن بيتا اغونست بنستخدمه حتى نعكس حدوث البرونكوسبازم اي تضييق في الشعب الهوائية. الان هذا الجدول بوضح النيرسينج ريسبونسابيلتيز بشكل كبير. نشوف مع بعض السايد افكت اللي بالنسبة للبريديكارديا، مطلوب من التمريض ان يعمل مونيتور للكلاينتس بلس اذا كانت اقل من 60 beats per minute لازم يتم إيقاف الدواء وإبلاغ الطبيب. بيستخدم بحذر إن clients with diabetes لأن المرضى اللي عندهم سكري زي ما شفنا. الميديكيشن ممكن يعمل muscle tachycardia وهي دائما إشارة أولى بتكون للو blood glucose in clients with diabetes، بننصح clients to monitor blood glucose to detect hypoglycemia. بيعمل هو الدواء decreased cardiac output وبالتالي بنستخدم بشكل حذر مع المرضى اللي بيعانوا من الهارت فيلر. دائما بنبدأ بجرعات very slow وبنعيرها حتى نصل للديزايرد ليفل المستوى اللي احنا راغبين فيه. بننصح بيتم نصح المريض انه يلاحظ الساينز اوف worsening هارت فيلر زي مثلا قصر النفس او الإديما او الفتيج، ودائما بنبلغ بيتم تبليغ البروفايدر في حالة انه الاعراض بدأت تظهر. في حالة الـ AV بلوك لازم نحصل على الـ baseline ACG ونراقب هذا الامر. عشان الأوريثروستاتيك هايبوتنشن بننصح الـ clients انه يجلس او يستلقي اذا شعر بدوخة او شعر بتعب.
The clients should avoid sudden change in position and rise slowly. ننصح له حتى ما يتعرضش للإغماء، حتى ما يحدثش rebound myocardial excitation. Myocardial becomes sensitized to catecholamines with long-term use of beta blockers. مع الاستخدام الطويل لهذا النوع من الأدوية يصبح القلب حساس أكثر للكاتيكولامينز، وبالتالي لازم أن المريض ما يوقفش هذا الدواء مرة واحدة abruptly، لازم يتبع إرشادات الطبيب وتعليمات الطبيب في هذه الحالة. دائما احنا بننصح انه يستخدم البيتا بلوكر، يعني يتم ايقافه على فتره من اسبوع الى اسبوعين. اما بالنسبه للبرونكو كونستريكشن فاحنا بنمنع افويد ان كلاينتس وذ ازما، يعني كونترا انديكيشن في هذه الحاله. الناس المصابين بازما و should be administered beta 1 selective agent زي ما شفنا في الادرينيرجيك اجونست. اما بالنسبه للجلايكوجينولايسيس از انهبيتد، يعني بيعمل هايبوغليسيميا. المرضى اللي بيعانوا من دايابيتس بيعتمدوا على تكسير الجلايكوجين انتو جلوكوز تو مانج لو بلاد جلوكوز، اللي هو بيتم شبيه بالانسولين اوفر دوز. بالإضافة إلى ذلك حيؤدي إلى decrease the heart rate can further mask symptoms of impending low blood glucose level، يعني ممكن يعمل تخفيض أكثر في معدل ضربات القلب، وبالتالي المرضى المصابين بالديابيتس بيتم إعطائهم beta 1 selective agent حتى ما يحدث. الآن الأدوية الشبيهة بالبروبرانولول ومعروفة عندنا اللي هي الكارفيديولول واللابتيلولول والنادالول والبنبيوتولول والبندولول والسوتالول والتايمولول. التايمولول في عندنا بيكون على شكل أوفثالميك سولوشن وبيستخدم لعلاج الجلوكوما. نشوف الآن البيتا 1 أدرينيرجيك أنتاجونست اللي هي سيلكتيف للبيتا 1 ريسبتورز في عضلة القلب الميوكارديوم، وهي تستخدم لعلاج الهايبرتنشن وبرضه المشاكل الأخرى اللي بتخص الجهاز القلبي الوعائي. البيتا 1 أدرينيرجيك أنتاجونست تستخدم بشكل أساسي لعلاج الهايبرتنشن والأنجينا والهارت فيلر، وممكن تستخدم للأزمة وفي حالة الكرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز كلاينتس. ليه؟ لأنه ما لهاش تأثير على البيتا 2 ريسبتورز. ليس افكت ان جلوكوز اند ليبيد ميتابوليزم، ده نون سيلكتيف دراكس، يعني ما لهاش تأثير على مستوى الجلوكوز او مستوى الدهون بخلاف النون سيلكتيف دراكس زي البروبرانولول ما شفنا قبل قليل. بنستخدمها بحذر في حالة المرضى المصابين بفشل القلب بالهارت فيلر. نشوف مع بعض الآن البروتوتايب دراج اللي هو الميتوبرولول، وهو الهنتي الثيرابيوتيك كلاسيفيكيشن انتي هايبرتنسيف الفارماكولوجيك كلاسيفيكيشن سيلكتيف بيتا 1 ادرينرجيك انتاجونست. الثيرابيوتيك افكتس اند يوزز للهايبرتنشن بيستخدم في الستيبل سيبتوماتيك هارت فيلر، يعني فشل في القلب ثابت وأعراضه واضحة على طول. له استخدامات أخرى not approved by FDA وهي عبارة عن essential tremor، عبارة عن الارتعاش اللي هو بيكون neurological، يعني له علاقة بالأعمال العصب العصب، وهو بيكون دائما لا إرادي ودائما متكرر، بيعمل ارتجاج متكرر. يستخدم أيضا للوقاية من الصداع النصفي المايجرين prophylaxis، وايضا يستخدم في حاله عدم انتظام ضربات القلب من النوع الاتريال ديسريثمس. الميكانيزم اوف اكشن سيلكتيف بيتا 1 ادرينرجيك انتاجونست ذات كومبيت وذ انديجينوس كاتيكولامينز ات ادرينرجيك ريسبتورز ان كاردياك مصر. زي ما احنا عارفين في الجرعات العاليه ممكن يكون له تاثيرات على البيتا 2 ريسبتورز في البرونكيال اسمه المصر، لكن في الجرعه العلاجيه ما بيكون له اي تاثير. الآثار الجانبية نوزيا vomiting dizziness fatigue insomnia bradycardia heart pain، فرحة يعني ألم في المعدة.
الدسبنيا ضيق في التنفس، السيريس ادفيرس افكت هي الجرانيولوسايتوزس، اللارينجو سبازم يعني عبارة عن تضييق في اللارينكس، بي كومبليت هارت بلوك ممكن يؤدي الى كاردياك ارست وممكن يعمل ثايرويد ستورم، هذا بدا اهتمام بها. كذلك ممكن يؤدي الى ديسريثميس وسيفير هايبرتنشن اند مايوكارديال انفاركشن. البلاك بوكس وورنينج، الايقاف المفاجئ لا ينصح به بالمرضى اللي بيعانوا من الانجينا او الهارت ديزيز، لذلك بتنتقل الجرعات بشكل تدريجي خلال اسبوع الى اسبوعين، وحتى انه ما تحدث والا ممكن يتم يعني حدوث اثاره لعضله القلب ويكون عند الاعراض سيئه اكثر بالنسبه للانجينا في هذه الحاله. لكن اثناء عمليه الايقاف لو شعرنا انه الاعراض بتاعت الانجينا بدات تظهر بنضطر نرجع الجرعه مثل ما كانت اول حتى نوقف هذا الامر. الكونترا انديكيشن او البروكوشنز، عندنا الكارديوجينيك شوك سيفير بريديكارديا، الهارت بلوك جريتر ذان فيرست ديجري، هذول كلهم عباره عن كونترا انديكيشنز. اما البريكوشنز فهي البري اكسيستنت كاردييك ديزيز، السيفير هيباتيك ديزيز والازمه، هذول لازم يعني نعمل مونيتورنج لهم اثناء عمليه اعطاء الدواء. نشوف الـ drug interactions. any other medication that affects heart، أي دواء بأثر على القلب أكيد لازم يكون في interaction بينه وبين الميتوبرول اللي هو الليبروسور أو التبرول إكس إل. السيميتيدين والأورال كونتراسبتيفز، هدول الدوائين الاثنين ممكن يأثروا ويعملوا hypotensive effect يعني انخفاض في ضغط الدم. السيمباثومايميتكس بتعمل عملية معاكسة وإلغاء للتأثير، الليدوكين كمخدر بقلل من عملية الإخراج وممكن يؤدي إلى الليدوكين توكسيسيتي، يعني ممكن الميتوبرول يقلل من إخراج الليدوكين ويعمل تسمم في الليدوكين في الجسم، وهو بالنسبة للحمل يعتبر من الكاتيجوري سي. في حالة الأوفر دوس بيتم العلاج بواسطة بلازما فوليوم إكسباندرز أو الفازوبريسونز، ممكن نستخدم الأتروبين عشان يعمل تاكيكارديا يعاكس البريديكارديا، وبنستخدم كذلك الأيزوبريترينول اللي هو بيعمل عملية إيقاف للبرونكوسبازم بيعمل برونكودايليشن. بالنسبة للنيرسينج ريسبونسبلز تماما زي ما شرحتها في المرة الماضية، وهي شبيهة بالبروبانول بالنسبة للبيتا 1 بريديكارديا والديكريز كاردياك اوتبوت نفس السابق اللي انا شرحته، وكذلك بالنسبة للاي في بلوك والاورثوستاتيك هايبرتنشن والريباوند مايوكادر اكزيتيشن تماما شبيه بالبروبانول اللي شرحته. الأدوية اللي هي شبيهة بالميتوبرولول هي عبارة عن بيتا 1 أدرينيرجيك أنتاغونست، أسبيوتولول، أتينولول، بيتاكسولول، والبيزوبرولول، والإزمولول، والنيبي فيلول.